مشهور على الصعيد العالمي بروعه الشواطئ ديالها. كاينين شواطئ كنعرفوهم كاملين وكاينين شواطئ معزوله ما معروفاش بالرغم من المؤهلات السياحيه ديالهم، وداكشي علاش انا هذا الويكاند غادي نديكم تكتشفوا معايا روعه شاطئ سيدي واسي. شاطئ سيدي واسي كنصحكم بزياره ضريح الولي الصالح سيدي واسي اللي عليه تسمى الفيلاج. ضريح مفتوح للزيارة كل نهار وعليه كيتنظم كل عام موسم ديني بالضبط في شهر 8. شاطئ سيدي واسي هو ملد حقيقي من الراحة والانتعاش، حلوته فازوليته وفي هذه المناظر الطبيعية العذراء اللي كيوفر. تقدروا تستمتعوا وانتم كتمشاو على طول 3 كيلومتر تقريبا. كنصحكم تمشيو حتى لعند مصب واد ماسا اللي كيتعتبر موقع مدرج ضمن قائمه رمسار للمناطق الرطبه. شاطئ مخير للسباحة للسوق وتقدروا تمارسوا فيه حتى الصيد والكسبة. ملي تبغيو تغداو غادي تلقاو مطاعم ومقاهي اغلبيتهم التخصص ديالهم هو الحوت. عندكم ديك الساعات الاثمنة كتبدا من 30 درهم الشوية ديال السردين. وإلا عجبتكم الاجواء في شاطئ سيدي واسي تقدروا تخيموا حيت كاين ان كومبينغ واقامات سياحية. الليله فيهم كتبدا من 200 درهم وكتختلف على حسب لا سيزون. شاطئ سيدي واسي غادي تعيشوا اجواء متميزه في شهر 8 حيت كيتنظم فيه موسم ديني ومعرض ديال الصناعه التقليديه اللي تقدروا تشريو منه ديك الساعات المنتوجات المجاليه اللي كتسوقهم المنطقه. وباش تجيو لشاطئ سيدي واسي عندكم تقريبا 68 كيلومتر من مدينة اكادير مع الطريق الوطنية رقم 1 اللي غادي لتيزنيت. كتردوا البال غير مع البلاكة اللي كتشير لدوار اخبار وتقدروا تجيو حتى مدينة تيزنيت. بالنسبة للترونسبور غتلقاو الطاكسيات كبار كيجيبوا لنا محطة ديال الانزكان. خليتكم على خير.